صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تزدحم في هذه الليلة الكريمة ثلاث مناشبات. المناشبة الأولى ولادة إمام العصر ومنقذ الأمة وأمل المسلمين وبقية الله في الأرض. فقد هلت طلعته على هذا الوجود في ليلة النصف من شعبان في سنة 255 من الهجرة. تقول حكيمة بنت الإمام أبي جعفر الجواد سلام الله عليه، وكانت تلك الليلة في دار الإمام العسكري وأرادت الخروج، فقال لها الإمام: يا عم بيتي أو باتي عندنا هذه الليلة. فقلت: ما الخبر؟ قال: إن ولادة منقذ الأمة هذه الليلة. قلت: من أين يا ابن أخي؟ من نرجس؟ ولا أرى، وعند زوجته نرجس ما أرى عليها أثرا للحمل. قال: يا عم إن فيها شبها من أم موسى، سوف لا يستبين حملها إلا في لحظات الولادة. انت ما تلمسين عليه شيء من هذا، ارجعي الى داخل الدار. تقول: جيت قلبتها ظهرا لباطن، لم ارى للحمل اثرا عليها. الى ان قرب الفجر، لما قرب الفجر احست بالطلق. تقول: كنت الى جانبها ومعي مجموعه من النساء فدنوت اليها، تولينا منها، ما تلي النشاء من النشاء. فلم تلبث أن وضعت صاحب الأمر صلوات الله عليه فاستقبل الأرض بكلتا يديه رافعا رأسه يقرأ هذه الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، إلى آخر هذه الآية. طيب، الواقع مسألة ولادة صاحب العصر صلوات الله عليه وحجة الدهر، هل مسألة تستأثر باهتمام المسلمين من عدة نواحي. الناحية الأولى أن يكاد يصل مبلغ أو كمية الروايات تعدت حدود الاستفاضة، يعني قربت من التواتر في موضوع صاحب الأمر، في موضوع صاحب الزمان. يعني المسألة
في واقع الأمر عند المسلمين من الأمور الضرورية، بل وصل الأمر بإنكارها إلى حد الكفر. نبهلي يعني فتاوى صريحة، أكو حتى عند المذاهب الإسلامية فتاوى صريحة بكفر من ينكر صاحب الزمان. نبهلي ولعل من كتب في ذلك أشبع هذا الموضوع كتابه، وسأذكر لك خلال البحث بعض المصادر. الحقيقة كأنه أصل الفكرة، فكرة ولادة صاحب الزمان سلام الله عليه ووجود بالوجود، وأن الثاني عشر من أئمة أهل البيت أمر مفروغ منه بالنصوص. النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله من بعد 12 يكون من بعد 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من ولدي على اختلاف الروايات، آخرهم اسم يواطئ اسمه اسمي، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يطي النبي صلى الله عليه وآله صفاته على خده الأيمن خال، مفلج الثنايا، قطط الشعر، أزهر الوجه، الصفات اللي يعطيها رسول الله صلى الله عليه وآله له. إذا خرج أو إذا ظهر كما تعبر الروايات تخرج الأرض كنوزها، يحث المال حثوا ولا يعده عدا، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا، إلى آخر ما ورد في نعته من الروايات. طيب الروايات تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه وعن أئمة أهل البيت، وكل الروايات تشير إلى أن الثاني عشر من ولد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وتنص عليه بالإسم، وترى هذه الإضافة ويواطئ اسم أبيه، اسم أبي ما موجود هذه الإضافة لأنه الرواية بس يواطئ اسمه اسمي فقط، أما هذه الإضافة وضعت بعد ذلك. زين، مسألة صاحب الزمان مسألة مفروغ من عدها، المسلمين تاريخ المسلمين مجمع عليها، وقلت لك وصل الأمر بمنكرها أن يحكم عليه بالكفر. زين، والمصادر اللي تناولت موضوع الإمام وأشبعته بالبحث وألمت بكل أطرافه الإشكالات الواردة كلها من قبيل طول العمر مثلا، بقاء حي، أو كون ينتمي إلى أهل البيت مو من عندهم، أو ما هو عدده بالنسبة إلى الأئمة، هل معنى هذا أشبعته مئات الروايات وردت عليه كل الإشكالات الواردة. ولعل أقرب المصادر أضع بين يديك، شوف مثلا كتاب البيان للجندي الشافعي، شوف مثلا المهدي الموعود شيخ نجم الدين العسكري مثلا، شوف الغيبة للشيخ الطوسي، شوف عشرات الكتب، يعني جزء خاص بالبحار للمجلسي رضوان الله عليه. المسألة إذن مفروغ من عدها، بقى عندنا بقى أنه هل هو بالفعل موجود أو غير موجود. زين، يعني الفرق بين المذاهب الإسلامية ورأي الإمامية في موضوع صاحب الأمر أن هل هو فعلا موجود أو يخلق بعد ذلك، أما كون مروي ظهوره وكون إذا خرج يفتح القسطنطينية ويستولي على كنوز الروم وينفقها في سبيل الله، حتى أكثر المؤرخين تقريبا بعدا عن هاللون من الفكر نص على ذلك، ومنهم ابن خلدون في المقدمة. زين، وجملة ممن كتب من علماء المذاهب الإسلامية لكن قالوا أنه يولد بعد ذلك، وشنو سر استبعادهم؟ شنو سر استبعادهم؟ أن الآن وجوده مختفي، أولا ما الفائدة فيه؟ هذا الإشكال الأول. ثانيا أن
إذا كان يبقى هذه الفترة يخرق الوضع العادي، لأن العادة العمر ما يستمر إلا سنين، 70 مثلا 80 سنة معدل الأعمار كما معدل أعمار آباء زين بالعقد السابع، فشلون يعيش هذا العمر الطويل؟ نبه لي. ثالثا من الإشكالات اللي يوردوها دوافع اختفاء، شنو ليش مختفي؟ نبه لي. دخل مرة ثانية بدون النقاط شوية نشير إلى إشارة بسيطة. أولا في أن شنو الضرورة إلى وجود ظواهر الأحاديث؟ ظواهر الأحاديث والاعتبار تحملنا على الجزم بأن الله عز وجل لا يخلي الأرض من حجة. زين، يمكن يوم من الأيام تخلو الأرض من نبي؟ ما يمكن. الله عز وجل ما ترك عصرا من العصور لم يبعث فيه نبيا. ليش؟ لأنه إذا ترك العصر بدون نبي معنى ذلك أنه ترك الناس بدون حجة يحتجون بها عند الله. لأنه أنا لما غدا الباري يسألني عن تكاليفي يقول لي أنا كلفتك، أقول له عن أي طريق كلفتني؟ يقول لي كلفتك عن طريق النبي وعن طريق الكتاب. النبي يأتي يحمل لك كتابا رسالة من السماء، فلا بد من وجود حجة. إذا ما أرسل لي رسول ما يصح علي أن يعذبني، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جد الغاية من نصب الإمام هي نفس الغاية من بعثة النبي. ممكن الله عز وجل عندما يتوفى أنبياءه يترك الأرض خالية من حجة؟ قد يقول قائل أن العالم كافي مثلا أو الكتاب كافي. لا، العالم كافي أو الكتاب كافي؟ لا، لو كان الكتاب وحده يكفي لكان مثلا الكتاب اللي عند عيسى نعم يكفي فلا يبعث الله أنبياء بعد عيسى، والكتاب اللي عند موسى يكفي فلا يبعث الله أنبياء بعد موسى، ولا القرآن مثلا لا ينبغي أن لا ينصب أئمة مع وجود القرآن، مع أن الأمة مجمعة على وجوب نصب الإمام. أن لكن هذا الإجماع منين؟ الأمة الإسلامية مجمعة على وجوب نصب الإمام، لكن هذا الوجوب عقلي أو شرعي عنده اختلاف فيه، على اختلاف الرأيين، وإلا الإجماع على الوجوب مفروغ من عنده. إذن العلة من نصب الإمام نفس العلة من إرسال النبي. الله عز وجل لا يخلي الأرض من حجة، والوصول إليه مو متعذر. يعني مو الروايات تنص على أن بعض الناس يصلوا إليه، قد يشعر أو لا يشعر. يعني اختفاء احتجاب مو عن الوجود، احتجاب عن النظر، يعني لا يعرف، لعله في مجمعنا ولا نشعر به. نبه لي. فالمسألة كون مختفي عن العيون وإلا مو عن الوجود. ويطرح رأيه حتى يذهب بعض علماء، بعض علماء الأصول يذهب إلى أن الإجماع إجماع العلماء إنما يكون حجة لأن رأي الإمام يكون ضمن آرائهم من حيث لا يشعرون به، يعني يشددهم بطرح رأي من آرائه. بس المسألة ما أريد شوية أفصل لك بها النظريات الدقيقة لأنها طويلة، بس أشر لك على الإجمال أن العلة من وجود الإمام هي نفس العلة من إرسال النبي. ما يمكن الله عز وجل يخلي الأرض من حجة، ولا بد من إمام مشدد وإمام معصوم، يعني حتى لا يصح عليه أن ينقل الحكم وفي الحكم مجال للأخذ والرد، يعني لا بد من العصمة حتى لا يتطرق الخلل إلى مضمون الأحكام. الشكر العصمة عند بعض إخواننا ما أخذ بعبع، يعني مو أتخطر متصوريها في الشكل ما تشون هي العصمة. أنا أتخطر أول عام بالإمارات حثت هذا الموضوع حتى وإجاني واحد من كبار المسؤولين قال لي والله يا فلان دخلتها بذهني ما كانت تدخل بذهني. شلون؟ لأن أنا سألت سؤال قلت له الآن إحنا يشعنا أن ننقد واحد من أصحاب النبي نقول أنه غلط؟ طبعا ما يقبلون إخوان زين، لأنه إذا انقدناه وقلنا واحد من الصحابة غلط قلت لا الصحابة ما يغلطون أبدا، ما يمكن ما يمكن يصير منا غلط.
هو هاي عصمة ما يمكن يصير مقتل. شو غلط شنو؟ كما يصير منا غلط شنو؟ شو العصمة شنو هي هاي العصمة؟ هي هذه العصمة أن عند نمط من التربية العالية بحيث لا يصدر منه القبيح، لا يترك واجب ولا يفعل محرم. شو تتنبه للعصمة شلون يعرفوها فقهائنا؟ يقولون لطف يفعله الله بالمكلف لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة وفعل المعصية مع وجود القدرة عليهما. يقدر يفعل المعصية ويقدر يترك الطاعة لكن ما يسويهن، عنده نوع من التربية العالية. هذا يعني الآن إحنا بالوجود أكو عندنا ناس بالوجود تلقى سير تسير المعصوم، أخلاقه، تهذيبه، استقامته، ورعه، تقوى، هذه العصمة. وما بها إلجاء، مو تفرض فرض، إذا صارت تفرض فرض ما بها فضيلة، إنما نوع من التهذيب العالي. الله عز وجل كما يربي أحدنا ابنه، الله يربي عباده، يربيه على نمط من الخلق العالي، هذا معنى العصمة. فوجود الإمام المعصوم مهمته شنو؟ مهمته التشديد في الأحكام، نفس الغاية من بعثة النبي، لا يخلي الله الأرض من حجة يحتج بها الناس غدا على الله. طيب هاي اثنين. ثالثة، المسلمين يعتقدون بوجود بعض الأشخاص أحياء، يعتقدون أن عيسى عليه السلام حي، رفع إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. زين، يعتقدون بحياة الخضر وأن الخضر حي. زين، يعتقدون بجملة. الآن إذا نرجع إلى أخبار المعمرين، نلاحظ أن المعمرين أكو أخبار بأن فلان عمر 300 سنة، فلان عمر 400 سنة، والقرآن الكريم يحكي عن نوح أن عمر بزمن الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام بزمن الدعوة. وإنت متى ما طلعت عبرت بالإنسان عن عمر العادي إلى العمر غير العادي، أصبح ماكو فرق أن يكون 1000 أو يكون 200. إنت ما طول تقول ممكن أن يتعدى الحدود المتعارفة 70 أو 80، إذا صار ممكن يعني ممكن أن يصل إلى 1000 وممكن أن يصل إلى 2000، ما طول عبرت فيه عن الحد الطبيعي، ما المسألة كمية تصبح. زين، إذا مو إحنا منفردين بهذا. بعدين اللي يقول أن الإمام حي موجود، ما يقول موجود بشكل طبيعي عادي، بشكل إعجاز، بشكل معجزة. وشكل معجزة ما أعتقد أكو كلام، أكو نقاش بأن المعجزة ممكن أن تمد، أن الله يمد في عمر الإنسان معجزة، مش ممتنع هذا أبدا، أبدا غير ممتنع. ليش؟ لأن الموت شنو هو؟ قطع حبل الحياة. ما طول الله عز وجل يريد حيلة واحد أي مدلة في الحياة، ما يخلي خلايا نعم تحترق وتنتهي، ولا يخلي أجهزة تتلف، يعطي قدرة على البقاء. نعم عادة ما يعمر تمام، احنا ما نقول عيش عادة، الروايات ما اخذ بأعناقنا. يعني هاي الخطرات اللي تمر على افكار غيرنا مو معناها ما تمر على افكارنا، لا تمر على افكارنا، لكن شو يسوي الدليل ما اخذ بأعناقنا؟ لما انا اسمع من النبي صلى الله عليه وآله بان يقول لي ان 12 من ائمة آل محمد نعم بين ظهرانيكم، بين ظهرانيكم يراكم وترونه ويرعاكم وترعونها، بطبيعة الحال لما هذا يأخذ بعنقي أن الله عز وجل لا يخلي الأرض من حجة، ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لقوله الله حتى يخرج مهدينا أهل البيت إلى آخره. يعني هالروايات اللي توجب علي والأدلة اللي تأخذ بعنقي، أضطر أنا معها أؤمن بأن بقاء على نحو المعجزة. على العموم، فولد سلام الله عليه 255، وتوفي والده العسكري سلام الله عليه وإلى من العمر 5 سنوات، وكان خلال تلك الفترة يلتقي ببعض أصحابه ويطرح إليهم الرأي ويقبل منه، يعني يرادوا بالكلام ويأخذون من عند الأحكام على تكتم. بعد ذلك لما غاب الغيبة الصغرى، زين ليش؟ هذا هنا يرد السؤال، لماذا مثلا لم يبقى أمام أنظار الناس؟ أنا واقعا شنت
من أمر بنظرية أنه إنما اختفى بعدا عن القاتل، قد أشوف الرواية أو النظرية ضعيفة، لكن عشنا ظروف شفنا بها، مو الشكل، عشنا ظروف شفنا مو وجود إمام يرعب، لا وجود قبر يرعب، نبه لزين، قبر للحسين يرعب، يضطرون يقصفوه، نبه لزين. يعني تأمل، مو شخص يرعب سيدنا خلال البحث. فشنو العلة؟ أنا ما أقدر أبت أن شنو السبب في اختفائه، ما هي العلة؟ شنو اللطف في كونه مختفي عن الأنظار ولا موجود بين ظهرانينا؟ شنو هو ظاهر الروايات أن ابتعد عن الأعين، أما الدوافع الابتعاد قد يكون ما عللوه وقد يكون غير ما عللوه. المهم الإمام سلام الله عليه غاب بالغيبة الصغرى، والغيبة الصغرى ترك بها وكلاء أربعة: عثمان بن سعيد العمري هو ابنه، ومن بعده الثالث الحسين بن روح، والرابع علي بن محمد السمري. ذول النواب الأربعة، هذول نواب الإمام سلام الله عليه خلال فترة الغيبة الصغرى، وكانت التواقيع تخرج على أيدي هؤلاء. تجي امرأة تقول توفي زوجي، هل يشعني أطلع بجنازته أنا أشيعه في من يشيعه؟ يطلع التوقيع، لا مانع من ذلك، لها أن تشيعه. المال الفلاني أريد أن أوزعه كذا، هل لي أن أوزعها أو لا؟ يخرج تخرج التواقيع على أيديهم. ثم في آخر النواب الأربعة خرج التوقيع من الناحية المقدسة أنه قد وقعت الغيبة، يعني ودى إلى السمري كتاب يقول له ما بينك وبين وفاتك إلا 7 أيام، فأنت بعد لا تجعل من بعدك نائبا، لأن الله قضى أن تحدث الغيبة الكبرى. وبالفعل إجا، لما إجا لي الكتاب تجاهز ومات بعد 7 أيام، وحدثت هاي وقعت ياهو الغيبة الكبرى للإمام سلام الله عليه. ومتى ظهوره ومتى يكون الفرج على يديه؟ ذلك ما هو في علم الله، ما ندري يعني في الواقع. وجملة، يعني جملة كبيرة من الروايات تنص على أنه يتحين ساعة الفرج، يمتأ الله عز وجل يأمره بالظهور، يأمره بالظهور. هل فكرة هذه في واقع الأمر؟ هذه الفكرة أردت أن أذكرها هذه الليلة، لأن هالليلة ولادة الإمام سلام الله عليه، الليلة المباركة التي تشرفت أبعادها بطلوع جبين الإمام سلام الله عليه، هذه إحدى المناسبات الثلاثة التي تزدحم هذه الليلة. زين، المناسبة الثانية أن هذه الليلة يعبر عنها بليلة الرغائب، نعم، وقد يعبر عنها بتعبير آخر. هذه الليلة في الواقع هم يعبرون عنها الليلة التي يعبر عن القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم. زين، شنو اللي يفرق كل أمر حكيم؟ أولا الآجال تحدد هذه الليلة، أن هذا الإنسان، وإن كان أكو رواية أنها ليلة القدر، وأكو رواية تجمع بين الرأيين تقول أنها تحدد إجمالا هالليلة وتفصل ليلة القدر على اختلاف الروايات، لكن إحدى الروايات أنه هذه الليلة، أن الإنسان هالسنة من ليلة النصف من شعبان هذا إلى ليلة النصف من شعبان الجاية راح يعيش أو لا، يكتب أجله، نبالي هذا يكتب أن هل يعيش أم لا، حتى يقول إن أحدكم لا يتجهز ويشتري ويبيع ولا يدري أنه في الأموات. الله كاتب له أي وحدة. بعد شنو أجه الليلة، شنو يقدر؟ تقدر الأرزاق، أن شقد إلى مكتوب هذا يحصل خلال هذه السنة، يعني ما هو تحصيله، ما يدخله من أموال، هذه الليلة تحدد نسبته من الرزق أو نسبة الرزق له. أيضا بعد تحدد هذه الليلة أمر الحاج، أن هذا مكتوب إلى أن يحج هالسنة، وما مكتوب إلى أن يحج هذه السنة. مجمل ما يجري على الإنسان يحدد هذه الليلة،
وش يكتب؟ يكتب تحته لله البداء. نبه لي، شنو معنى لله البداء؟ هاي المسألة اللي في واقع الأمر على طول ذولا مو فاهميها ويهرجون علينا بيها، يقولون أن هؤلاء يكفرون لأن يقولون أن الله علمه مستحدث، يعني ما كان يدري ودرى. لا، إحنا ما عندنا واحد شي يقول أبدا هذا كفر، معاذ الله. وتفضل هذول هاي كتبنا، لكن مع الأسف ذولا مو فاهميها، يوم ما يردون يفهموها. أكو شيئين، مرة مو فاهم ومرة ما يريد يفهم، يريد يأرج. ولا ما عندنا هذا الرأي، إحنا نبرأ إلى الله ممن يقول بهذا الرأي. وتفضل هذا موضوع البداء، لا تجد كتاب من كتب علم الكلام عندنا إلا ويتعرض إلى البداء. هو أصل البداء منين جاي؟ من الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أن هالأشياء اللي تنكتب هاي الظاهر، هاي الظاهر هكذا أن فلان هالسنة مكتوب لا نعيش، لكن الله يظهر ما أخفى في لوح القضاء على العباد. إيش يظهر؟ مو ما كان يدري، لا يدري، بس أخفاه لمصلحة. مثل النسخ، تنبه لي زين، يعني الآن لما يجينا حكم من الأحكام الشرعية وينسخ، أكو عندنا نسخ لولا بيجمع المسلمين موجود النسخ. قبلة كانت مثلا إلى بيت المقدس، مو نسخت، يعني الله ما يدري كان راح ينسخها، وكان نسخ من الأول، لكن لمصلحة أبقاها ونسخت في وقتها. عينا من هالنوع البداء، هذاك نسخ في الأزمان وهذا نسخ في التكوينيات. نبه لي، الله عز وجل عمره قدر للإنسان 20 سنة، ثم أظهر أن مقدر لعمر أكثر من هذا بشرط أن يصل رحمه، مقدر لعمر من 20 مثلا إلى 60، يمد في عمره. فهذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وإلا مو معنى كان الله عز وجل ما يدري ودرى، معاذ الله، هذه لا يقولها أحد أبدا. وموضوع البداء ترى موضوع دقيق شوية، ما أحب أتوسع به أكثر من هذا، لكن بوسع الإنسان أن يقرأ ما كتب في موضوع البداء عند الإمامية. إحنا هواية أبعدوا، يعني أبعدوا غورا وفكرا من أن ننزلق إلى هذا اللون من التفكير السطحي. مو إحنا أناس نعتقد أن الله كان لا يعلم ثم علم، معاذ الله، خي لا يقولها مؤمن أبدا. وأن ما ينسب إلينا نحن منه براء، هذا شيء باطل غاية البطلان. زين، إذا عرفنا هذا، هالليلة إذن شو يستحسن؟ يستحسن هذه الليلة الإكثار من الدعاء والإكثار من الصلاة. يعني طبعا الإنسان يريد من الله عز وجل عافية، ويريد من الله دفع بلاء، لأنه الدنيا ما تدري أنت شنو شكو بها. مو الدعاء دائما يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما تعلمه ولا أعلمه، وأسألك من خير ما تعلمه ولا أعلمه، وهي أشياء إحنا لا نعلمها، فننقطع بها إلى الله عز وجل. والله قد أمرنا بالدعاء، قال ادعوني أستجب لكم، لأن ورد بالرواية أنه هذه الليلة يصدر النداء. هل من مستغفر فأستغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضي له حاجته؟ هل من مستشفع فأشفع له؟ نعم، طبعا يشفع لذاته بذاته. الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن ينقطعوا إليه هذه الليلة حتى يحققوا معنى العبودية، وحتى الباري عز وجل يتفضل عليهم من منطلق الربوبية، لأنه مالك الأشياء وواهبها وخالقها. فهالليلة الدعاء إلى قيمته، الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل، ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. نعم، الليلة الإنسان ينقطع إلى الله تبارك وتعالى ويتوجه إلى الله بشيء من الإخلاص، بشكم ركعة من الصلاة يتوجه إلى الله هذه الليلة، لأن هذه الليلة ليلة كريمة، كما نص أكثر من مفسر عند قوله تبارك وتعالى
فيها يفرق كل أمر حكيم محكم. يعني هذه الليلة تفرق على أيام السنة، والأشياء المهمة هالليلة الله عز وجل يمت بها، ومثل ما قلت لك يكتب تحتها لله البداء، يعني أنه هذا اللي تشوفوه ظاهر تنقطعوا بالدعاء، والله شمخفي لكم في علمه يظهره لكم بعد ذلك. بس استجيدوا من الله، اطلبوا من الله. هاي اثنين. المناسبة الثانية، المناسبة الثالثة هذه الليلة شنو؟ زيارة أبو الشهداء. الليلة في الواقع هذه الليلة من الليالي الكريمة التي تهبط فيها ثلل من الملائكة لتحيي شهداء الطف، نعم، لتترحم. والله عز وجل شلون ينزل رحماته على المؤمنين وعلى الشهداء؟ ينزلها أحيانا على أيدي ملائكته، نعم، أفواج تتوجه للزيارة. موضوع زيارة الحسين موضوع حرص عليه التاريخ، يعني بتاريخ الإمامية بالخصوص حرصا شديدا. يعني أنت لما تيجي للروايات تلقى الروايات بدرجة يعني من الـ الاشتتاق عجيبة. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لواحد من أصحابه، وعلى ما أذكر ابن أبي عفور، يقول له مروا شيعتنا بزيارة قبورنا بالغاضرية، ادفعوهم، لو أن أحدكم حج دهره كله ولم يجر الحسين لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله. بالفعل فعلا، لأنه أرجوك المرء يحفظ في ولده، المرء يحفظ في ولده، وهذا ابن رسول الله، وهذا في واقع الأمر المكان اللي يجار به الحسين جسد به أهداف جده. يعني كان الامتداد الطبيعي لجده رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين في نهضته ما جاء إلا ليجدد ما أخلقه الأمويون. الإسلام جاء أصل، أول ما أصل حرية الإنسان وإجا كرامة الإنسان، وجاء الأمويون ليستعبدوا الإنسان، جاءوا في واقعة الحرة ليجبروا الناس على البيع على أساس أنهم عبيد قن. الإسلام إجا لحفظ الأعراض وحفظ الدماء وحفظ الكرامات ورفع مستوى الإنسان وتكريم الآدمي، وكل هذه القيم تعرضت للهدر على أيدي ثلة من أغيلمة بني أمية اللي يعبر عنهم رسول الله ينزون على منبر نجوى القردة. جاء الحسين ليطرد هذه الوافدات على تاريخ الرسالة الناصع، جاء ليحقق أهداف النهضة. إذن أنا في واقع الأمر عندما أريد أروح إلى زيارة الحسين أروح أؤدي بذلك شنو حقا لرسول الله، في أن من امتد برسالته وحمل رسالته مثل ما أحفده أحفد ولده، لأن امتداده وهو هذا معنى قول النبي حسين مني وأنا من حسين. يعني ما هي من مو معناها التبعيض، لا لا، كل واحد يعرف أن الابن جزء من أبوه، صحيح مو فرد معنى جديد، لكن مني يعني من شنخي، هاي يسموها من لبيان الجنس، يعني من شنخي بتعبير آخر أنا حامل رسالة وهو امتداد لرسالتي، من شنخي من طبيعتي هو هذا اللي يريده. إذن زيارته تحقق صلة رسول الله، وحدة بعد، والقرآن يرفع عقيرته يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. شنو هي مظاهر مودة ذوي القربة؟ مظاهر مودة ذوي القربة أن أفرح لفرحهم وأن أحزن لحزنهم، وأنا عندما أروح إلى قبر الحسين سلام الله عليه وأقف عليه وأزوره إنما جاي أؤدي إلى نوع من أنواع الآداب اللي تقتضيها المودة، مظهر من مظاهر المودة أني أزور وأني أجدد عهد بي وأني أستلهم من عنده. هاي اثنين.
الثالث أن في زيارة الحسين أمر بالمعروف وإنكار للمنكر. ليش؟ لأنه صوت من الأصوات اللي ترتفع لتشعر الناس بظلامة هذه الدماء التي أريقت بدون حق. ولشنو معنى الزيارة؟ تقول له أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. أنا بالواقع عندما أزور الحسين جاي أأمر بمعروف وأنهى عن منكر. ولهذا تلقى أيضا يجعل الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق زيارة جد الحسين أهم من زيارته. واحد من أصحاب الإمام الصادق يقول طبيت عليه قلت له سيدي أنا تجشمت الطريق وأعفاء السفر. قال لي لا تشكو ربك، هلا زرت من هو أعظم عليك حقا مني؟ يقول وصعبت علي الكلمة، من هو أعظم علي حق من زيارة الإمام الصادق؟ من هو أعظم حق علي؟ نعم، من أن أزور إمامي. التفت إلي قال لي هلا زرت جدي الحسين؟ قال لي وأعظم حقا علي. شنو منين جاي هذا عظم الحق؟ سر حمل الرسالة، الامتداد في حمل رسالة النبي. يعني كأن الحسين قام بأشياء ما أتيح للأئمة أن يقوموا بها. لذلك يقول له زيارة الحسين هواية أهم من زيارتي. يدخل أيضا واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل الإمام يقول له أتزورون الحسين في كل يوم؟ قلت له لا والله سيدي ما نقدر. قال لي في كل شهر؟ قلت لا. قال في كل سنة؟ قلت له هاي قد يكون. قال ما أجفاكم بالحسين، هو إجا فيه للحسين. لا 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 طول العهد بينك وبين الحسين أبدا. يقول الإمام الباقر من أحب أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليزر الحسين. من أحب أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليزر الحسين. الواقع هذول اللي يتصورون احنا عندما نروح الى كربلاء نقف على عظام او نقف على تراب، هاي غلطانين. انا جاي اقف على موقف مو جاي اقف على تراب، لا لا، انا جاي اقف هنا على صرخة دوت وما تزال مدوية، ما احتواها التراب، ما تزال مرفرفة على هذا المكان. أنا واقف هنا على مجموعة من المثل أبو الشهداء جسدها على صعيد الطف، ففي واقع الأمر أنا مو رايح أزور لعظام بالية. يا كربلاء يا عبير الجراح وزهم الدول وزهو الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجبي، ويا شمة من شمات الخلود تشد الأنوف إلى الأطيب، سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب. إذن أنا في زيارتي للحسين ما رايح أزور لي قطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية أبدا، لأنه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن زيارته. أرجوك لو كان الحسين عظام بالية ما خافت عروش الأمويين ولا عروش المتوكل وأمثال المتوكل ولا عروش أذيالهم إلى يومك هذا. نعم، لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما أرعب هؤلاء، لكن أرعبوه وتصوروا أن بالقضاء، يعني تصوروا أن ضرب القبر يضرب الحسين. أبدا، صدقني الحسين أكبر من أن الحسين مضمون والمضمون لا يموت. الحسين مضمون والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه. انتهى والضريح والإيوان، مات هاوى الشموخ والعنفوان، إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. إذن أنا ما واقف على قبر بعظام بالية، وإنما واقف على صرخة أسمعها مدوية، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. مو هذا جانب؟ وإلى جانب هذا الجانب
يجي الجانب العاطفي، أني أقف لأمجد تلك الدماء التي سقطت على ثرى كربلاء، أقف لأكرم ذلك الثغر الذي كان مشغولا بذكر الله، أقف لأكرم ذلك الجبين الذي وقع عليه حجر أبي الحتوف الجعفي، أقف على ذلك كله. لذلك عندما أحتضن قبره أحتضن تلك السمات الكريمة، تلك المواقف الجليلة. ومن هنا وقف الزوار على قبره ينتجعون ذلك منه، وأول من وقف عليه ينتجع ذلك وقف عليه عبيد الله بن الحور، ثم وقف عليه سليمان بن قبة، ثم وقف عليه بعد ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري. لما وصل إلى القبر وقال للأمس يا أمس ضع يدي على قبر الحسين، ألمسني القبر، حط يدي على القبر، يقول وضعت يده على القبر لما حس ببرد تراب القبر صاح يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال حبيب لا يجيب حبيبا وأنى لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك إلى آخر ما زار. جابر مشغول بالزيارة وأطلت أخت الحسين زينب ومن ورائها رعيل السبايا. هذول زيارتهم كانت من نوع ثاني من نوع عملي. تهافتنا على القبر احتضن قبر الحسين، جن حول القبر جولة، يا من على رغم نزلت بقربكم ردوا سؤال مولهين في حيكم، أين البدور الطالعات بأبطكم يا نازلين بكربلاء عندكم خبر بقتلانا وما أعلام على قبر الشباب ذبت نفسها يا توين بهداي ما ينسمع حزان. ما تأخر الإمام ثلاثة أيام واستعد للرحيل. يقول لواحد من أصحابه يا ابن رسول الله دع النساء تتزوج من أهلها، قال إنكم لا ترون كما أرى. قالوا ما ترى؟ قال إني أخشى على عمتي زينب أن تموت، إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. أقبل إليها قال عم قومي، قالت إلين؟ قال إلى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ شفت ونتي وهضمت عيالي، هضمت عيالي، بيعت وبقايا من الزلم خالي. تلك الديار العامرات
أهلها ظلت هواء. ربي نسألك ونتوجه إليك في هذه الليلة الكريمة بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقض حوائجنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.